تخيل انك عايش وسط مجموعة ناس ممكن تصدق اي حاجة عبيطة ومستحيل تصدق اي حاجة عليها ادلة مادية. يعني مثلا لو انت قلت لهم ان في حد داس على كتابهم المقدس فتحول لسندوتش كبده هيصدقوك عادي وهيسقفولك كمان. لو قلت لهم ان في قطة رفضت تدوس على كتابهم المقدس عشان مؤمنة بالفطرة هيصدقوك عادي جدا وهيقولولك سبحان الله. لو قلت لهم ان في كلب لما بيسمع كلام دينهم بيقوم يقف احتراما وتجليلا لكلام دينهم العظيم هيصدقوك برضو وهيقولولك سبحان الله. على النقيض بقى مستحيل يصدقوا علم البيولوجي مهما قدمت لهم أدلة إن كل الكائنات الحية بترجع لسلف مشترك أدلة مادية، مش هيصدقوا برضو وهيقولوا عليك دجال. لو قلت لهم مثلا مفيش حاجة اسمها إن القمر ينشأ دي خرافات، لو القمر انشق الكوكب هيتدمر هيقولوا عليك حاقد على دينهم يا كافر. حتى في شريحة كبيرة منهم مستحيل تصدق ان الانسان طلع القمر او ان الارض كروية، بس بتصدق عادي ان في شخص من 1400 سنة طلع الفضاء بحمار. تخيل بقى ان انت عايش وسط مجموعة ناس كده ومش عارف تقول لهم حتى يا جماعة الحاجات اللي انتم مؤمنين بيها ديت مجرد خرافات، عشان لو قلت لهم الحاجات ديت مجرد خرافات هيعتبروك كافر وعدو ليهم ويقتلوك. هتقول لي يا زومبي الحل بسيط جدا، خليك في حالك وهو يخليه في حاله، طالما هو عايز يعيش حمار هو حر، طالما مش بيأذيك ومش بيضرك هو حر، بسيط اهي. هقول لك عندك حق، بس لما الناس ديت ما تكونش مجرد ناس عبيطه، لا ده كمان بتكذب عشان تبين ان دينها صح، يبقى مش هسكت. لما الناس ديت ليل نهار تدخل تقول لك خليك اهبل زيي والا هتبقى كافر وتبقى مشرك وتبقى مش عارف ايه ومرتد ونقتلك، يبقى مش هسكت. ولا انت شايف ان انا اهبل زيه؟ انا لحد النهارده مش قادر انسى يوم ما ظهر فيروس كورونا في الصين والمسلمين عملوا احتفالات وفرحه كبيره جدا عشان في ناس بتموت في الصين. لما كنت تكلم مسلم وقتها كان يقول لك فيروس كورونا دليل على وجود الله ودليل على صحه الاسلام، تقول له طيب ازاي؟ يقول لك احنا دعينا على الصين وبعد كام شهر ولا بعد سنه جالهم فيروس كورونا والصين دلوقتي بتموت. تكبير تكبير الله اكبر. تقول للمسلم وقتها طيب ايه علاقة الفيروس بصحة الاسلام ووجود الله؟ ايه علاقة ده بده؟ كان يرد عليك المسلم وقتها يقول لك انت جاهل، ما انتش فاهم حاجة، كورونا جندي من جنود الله ارسله الله لنصرة المسلمين في الصين وقتل كل الملاحدة. على ان يرسل فيروس لا يرى بالاعين ولا بالمجاهر ولا بالطب ولا بالتكنولوجيا. اليوم العالم كله يعزل الصين بسبب فيروس كورونا القاتل خوفا من العدوى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. مبروك عم بك. مع كل هذا العار من الدول الإسلامية كان لابد للعزيز الجبار أن تتدخل جنوده، فربك الذي حمى الكعبة بطير أبابيل لا يعلم جنوده إلا هو. لقد سجلت الصين إلى الآن أكثر من 139 حالة إصابة جديدة بفيروس غامض قاتل خلال الأيام الماضية. انا وقتها ما كنتش قادر استوعب ازاي المسلمين بيقولوا ان كورونا جندي من جنود الله، لا وكمان فرحانين ان في ناس بتموت في الصين عشان الههم بعت لهم مرض. حرفيا المسلمين وقتها كانوا بيقولوا الهنا هو الشيطان، الهنا هو اللي بيبعت الكوارث الطبيعيه، هو اللي بيقتل الاطفال، هو اللي بيبعت الامراض. الله اكبر الله اكبر. كنت بقول يا ترى المسلمين اللي بيقولوا كورونا جندي من جنود الله، الله بعته للصين عشان احنا دعين على الصين، ليه مش بيفكروا ان هم بقالهم عشرات السنين بيدعوا على اسرائيل وكل ما يخش معركه مع اسرائيل اسرائيل تديها على دماغهم ويقعدوا يشحطوا بعديها؟ ليه لهم مش بينصرهم على اسرائيل مع انهم بيدعوا على ده وبيدعوا على ده؟ اشمعنى الصين يعني اللي استجاب ليها؟ ولا يمكن عشان الصين ملحده؟ كنت انا وقتها برد على المسلمين اقول لهم طيب ماشي، هتخيل معاكم فعلا ان الهكم هو اللي بعت فيروس كورونا عشان ينتقم من الصينيين ويهدم الصين، بس هل
انتوا ناسيين مثلا ان الصين فيها مسلمين؟ يعني الهكم مش لها طريقة ينصر بها المسلمين غير ان هو يقتل غير مسلمين بمسلمين؟ يعني الهكم بدل ما ينصر المسلمين جايب لهم فيروس يقتلهم؟ يا ريتك ما شغلت مخك. كانوا يردوا عليك وقتها يقولوا لك ايه بقى، يا جاهل فيروس كورونا مش بيقتل المسلمين، ده بيقتل كفار بس. ورينوس كانوا بيقولوا كده. ما جاء على المسلمين، شايفه واحد مسلم مات من المرض؟ ماتم كلهم كفار. هذول ظالمين، هذول ظالمين. ما اقول لك المسلمين كلهم مو ظلام. في بدول العالم كل العالم ماتت مسلمين. يا امي اكو مسلمين بس اكو ظلام بيهم. اكو مسلمين. هذول مو مسلمين. المرض ما يصيب مسلم، يصيب كافر. واللي وهذا رب العزه ارسل جنود من جنود الله. جند واحد بس. جند واحد من جنود الله. المسخرة بقى لما كورونا راح السعودية وقفل الكعبة، المسلمين قالوا ايه؟ ده ابتلاء من الله، في الصين عقاب، عندنا ابتلاء. الله اكبر. ما اشد حزننا هذا اليوم والمساجد في الوطن العربي خالية. ترى والله حزنت عليك، والله تأثرت لي، لحظة ابكي. البارحة رأينا ابواب المسجد النبوي وهم يغلقونها. ماذا صنعنا حتى يطردنا الله من المسجد النبوي؟ اليوم هذا الفيروس في مكة، هل يعاقبنا الله؟ اليوم العمرة منعت والحج ربما يمنع العام المقبل، هل هذا عقاب من الله علينا أم أنه ابتلاء؟ علينا أن نفكر جيدا. الحمد لله عملنا دعاء لله تبارك وتعالى، ودعونا الله عز وجل ان ربنا ينتقم منهم وان ربنا يورينا فيهم عجائب قدرته على طول. سبحان الله، شوف كم واحد لغايه دلوقتي، شوف كم ولسه. يمكن واحد يقول لي طيب ما الامراض دي بتجيلنا احنا كمسلمين. المصائب للمسلمين ابتلاء، والمصائب نفسها هي للكفار انتقام. المسلم وقتها كان بيتريق على المسيحيين انهم بيعقموا تمثال يسوع ويقول مش ده له. طيب ما يعقم نفسه بنفسه، هو ليه محتاجكم تنظفوه يا عباد الصليب؟ وفي نفس الوقت مش واخد باله ان نفس اللي بيحصل مع تمثال يسوع بيحصل مع الحجر الاسود وبيتعقم برضه. هو الهك مش عارف يعقم بيته، الهك مش عارف يحمي بيته، مش عارف يحمي بيته من جند الله. المسلم اللي كان بيقول لك كورونا جند الله، والله بعت كورونا عشان يدمر الصين ويقتل الملاحده، ما خدش قالوا ان الصين طلعت اقوى من جند الله، والصين لسه زي ما هي، كورونا اللي قربت تنتهي. المهم من حوالي 3 اسابيع او اسبوعين الصين فقدت السيطره على صاروخ، والصاروخ بقى يلف حول الارض ومش عارفين هيقع فين بالظبط، والعالم كله كان بيدور على حل للمشكله ديت عشان الصاروخ ما يقتلش حد. بس المسلمين فكك يابا، اعجاز علمي، تكبير تكبير الله اكبر. والمسلمين طلعوا قالوا ان ده اعجاز علمي ومذكور عندنا من 1400 سنة. طيب مذكور عندك ازاي؟ يقول لك في حديث ان في عمود من النار هيلف الكوكب، ولما يلف الكوكب لازم المسلمين يعرفوا ان السنة دي سنة مجاعة، فالمسلمين خدوا الاكل حطوه في التلاجة وقالوا ده اعجاز علمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رأيتم عمودا احمر قبل المشرق في رمضان فادخروا طعام سنتكم فانها سنة جوع. عشان ما اتكلمش كتير بقى يا اولاد النصابه، ده حديث ضعيف، كل الهليله ديت على حديث ضعيف. اعد لك تاني، ده حديث ضعيف مالوش سند، محمد ما قالوش. فلو في اعجاز يبقى للراجل اللي قاله اللي هو كذب على محمد، ده حديث محمد ما قالوش، حديث ضعيف. اذا رايتم عمودا احمر فادخروا طعامكم فانها سنه جوع. هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث ضعيف. المضحك بقى المسلم اللي بيتابع الكلام ده زي النايم، مش بيعرف يفكر، مش بيعرف يبحث، مش بيعرف يعمل اي حاجة غير ان هو ينزل في التعليقات سبحان الله. فسبحان من جعل المسلمين مجموعة من الكذبة وجعلكم عمي خرس ترش لا تبحثون وان بحثتوا ما بتفهموش. مسلمين تانيين قالوا لك لا ده اعجاز بس مذكور في القرآن، حديثه بتاع ايه؟ ده اعجاز في القرآن. ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. ان الله بالناس لرؤوف رحيم. ويمسك السماء. اكيد انت فكرت ايه العلاقه يعني بالسماء وتقع على الارض؟ يعني ايه سماء اصلا؟ يقول لك السماء ديت هي النيازك. السماء بقت نيازك؟ في الاسلام السماء هي النيازك والله بيمسكها. كما ان هناك سؤال حير العلماء،
فلماذا تنزل معظم النيازك على الأرض في مناطق غير مأهولة بالبشر ولا تضر البشر؟ قول له مالها النيازك يعني؟ يقول لك يا مش النيازك لما بتقع في الأغلب بتقع في أماكن ما فيهاش حد عايش؟ قول له في الأغلب يعني بيحصل كده. يقول لك ما هي ديت يمسك السماء على أن تقع على الأرض، الله مسك النيازك بحيث إن هي لما بتقع بتقع في أماكن ما فيش حد عايش فيها. إعجاز علمي. تعال خش الإسلام بقى والنبي، ما تيجي تخش الإسلام يا واد تعالى. والمسلمين طاروا من الفرح كالعادة ونزلوا كتبوا في التعليقات سبحان الله، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الحلال. والمسلم يا عيني عقله هنج لدرجة أنه مش قادر يفكر في حاجة، لو عيل عنده سنتين فكر فيها هيعرف أن ديت عملية نصب. مساحة المية على الأرض 71%، ده غير الصحاري والغابات، فطبيعي أن لو في صاروخ أو أي حاجة هتقع على الأرض تقع في الأغلب في أماكن مفيش حد عايش فيها عشان هي الأغلب. عشان كده مش محتاجة ذكاء، مش محتاجة حد بيفهم، مش محتاجة أي حاجة غير أنت يكون عندك شجاعة تشك بس في الكلام اللي بيتقال. يعني أنت مش فالح غير أنت تيجي تشغل دماغك في فيديوهات، أنا تيجي تقعد تدولي بالإبرة يعني في فيديوهات، وتيجي في الفيديوهات دي اللي كلها كذب، مش بيحط لك مصدر، بيكذبوا عليك علني، تنزل تكتب سبحان الله، تيجي عندنا تعمل لي فلحوس يعني، تعمل لي بتفهم قوي بتاع سبحان الله. ممكن واحد يجي يقول لي بقى ما هي دي الفكره بقى زومبي كده، الله ماسك السماء، ما دام اغلبيه الارض عباره عن صحاري وغابات واماكن غير صالحه للحياه البشريه فده ذكاء من الله، الله عامل كده عشان يعرف يمسك السماء صح، فلما الصاروخ يقع او اي حاجه تقع تقع في مكان مفيش حد عايش فيه. سبحان الله. انا همشي بقى. لا تمشي فين، تعالى بس كده انت منورني اهو يا عم. انا مش هاخدك على الاف السنين ولا مئات السنين ولا بتاع، انا هاخدك بس من 2013 نيزك ضرب روسيا. السؤال، هل الله كان نايم وقتها؟ يعني الله كان بيتسحر مثلا ولا كان قاعد على كرسي وكرسي بيتهز بيه ولا كان فين؟ ليه الله ما مسكش السماء؟ هو نسي يمسكها وقتها؟ نيزك ضرب ناس وقتل ناس واباد اطفال، الهك كان فين؟ ليه ما كانش ماسك السماء وقتها؟ ولا يمكن مثلا هتقول لي روسيا دولة كافرة ما فيها مسلمين على فكرة، وبعدين الكفار دولت مش الهك هو اللي خلقهم؟ هو خلقهم عشان يضربهم بالنيازك؟ وبعدين كلامكم ده اصلا بيدل على ان الهكم حتة حمار مش بيفهم او واحد بيحلو علينا. حضرتك جاي تقول لي ايه؟ الهي هو اللي خلق الارض. طيب وبعدين؟ وهو اللي خلق النيازك وعامل النيازك بطريقه ان هي تخبط في الارض، بس قبل ما تخبط في الارض الله بيمسكها ويجي يقول لنا شايفين ازاي انا فشيخ، شايفين ازاي انا عظيم، شايفين ازاي انا جبار، احميكم من النيازك اللي انا عاملها عشان تضربكم، اعبدوني بقى. حتى ساعات مش بيعرف يحميها كويس وبتضرب في الارض وبتضرب في ناس عايشه وبتقتل الاف البشر. ممكن تقول لي بس يا زومبي لولا غلاف الجو كان النيزك ضرب روسيا بالكامل وقتل ملايين البشر، بس عشان ربنا مسك السماء فالنيزك تفتت قبل ما يلمس روسيا، ويا دوبك الشظايا بتاعت النيزك ادت لدمار مباني واصابت حوالي 1000 واحد وقتل 20-30، مش مهم، المهم حياه الاكثريه. يبقى كده الله مسك السماء ولا مش مسك السماء؟ يا متعلمه بتاعت المدارس. لا مش ماسك السماء، عشان انت قلت بلسانك او بلسان يعني ان النيزك بيوصل للارض وبيضرب الارض وبيقتل ناس عايشه، يبقى فين ماسك السماء؟ ما هنا مش قدامك غير خيارين، الخيار الاول انك تقول الله بيحاول يحميها من النيازك اللي هو بيحدفها اصلا بس ساعات مش بيعرف وبتفلت منه وبتقتل ناس عايشه، والخيار الثاني انك تقول الله بيكون قاصد يحدف علينا النيازك وقاصد يقتل بيها ناس، ولو قلت كده ما تجيش تقول لي الله ماسك السماء، لا الله كده مش ماسك السماء، الله كده بيحدف علينا طوب من السماء. تاني قالت في نفس الاعجاز برضو اكبر دليل ان ربنا مسك السماء ان مفيش ثقب اسود بيبلع الارض، شوف الارض عمرها كام سنه ولسه ما بلعتش في ثقب اسود، سبحان الله. والناس اللي بتتفرج على الكلام ده وتنزل تكتب سبحان الله ما فكرتش حتى ان عاجلا ام اجلا النجم بتاعنا اللي اسمه الشمس هيتحول لثقب اسود وهيبلع الارض، فمفيش شيء مميز عندنا زينا زي باقي الكواكب والنجوم، مفيش شيء مميز عندنا نهائي، كمان في كواكب غير الارض صالحه للحياه وعمرها اطول من عمر الارض وما حصلهاش حاجه، فمفيش شيء مميز عندنا برضو. اسمه كيبلر 1649 سي، وهو يقع على بعد 300 سنة ضوئية من كوكب الأرض، ويرى العلماء أنه من بين كافة الكواكب الأرضية فإن هذا الكوكب هو الأكثر شبها بالأرض من حيث الحجم ودرجة الحرارة. أنت متخيل الرقم 300 سنة ضوئية؟ يعني الكوكب ده لو حصل له أي حاجة إحنا مش هنخسر أي حاجة. ليه الكوكب ده ما حصلوش حاجة؟ إيه الحكمة منه؟ إيه الحكمة إن يكون في كوكب صالح للحياة وما عليهوش حياة ويفضل العمر ده كله ما حصلوش حاجة؟ دي حكمة ولا عبث؟ سبحانه. تخيل لو الكوكب ده ظهرت عليه حياة ذكية، الكائنات اللي عليه هتقول الكون مخلوق عشان البشر ولا مخلوق عشاننا؟ وهيعملوا فيديوهات على اليوتيوب يقولوا إحنا مركز الكون والناس تنزل تعلق سبحان ايا كان الاله اللي هيعبدوه بقى، هيعملوا كده ولا هيقولوا لا احنا مش مركز الكون والبشر مركز الكون؟
فما تجيش تقول لي الله مسك السماء بمعنى ان مفيش نيازك بتضرب الارض وبتقتل الناس عايشه، عشان شظايا النيازك بتضرب الارض وبتقتل الناس عايشه عادي. ما تجيش تقول لي ليه يا ترى مفيش ثقب اسود بيبلع الارض؟ عشان الشمس بتاعتنا لسه ما ماتتش وعاجلا ام اجلا هتموت وهتبلع الارض، فمفيش شيء مميز عندنا. ما تجيش تقول لي كوكبنا صالح للحياه، عشان حرفيا 99.9 من الكائنات اللي عاشت على الكوكب ده انقرضت. انت متخيل الرقم؟ فالكوكب بتاعنا صالح للموت والانقراض والفناء اكتر ما هو صالح للحياه، واحنا عشان يا دوبك نقدر نعيش لازم نقتل حيوانات ونقتل النباتات وناكل في بعض عشان يا دوبك نقدر نعيش. فكوكبنا صالح للموت اكتر بكتير ما هو صالح للحياه. احمل مقارنه بنفسك، 99.9 انقرضوا يا عم، نقول 99 انقرضوا، يعني 1% بس اللي عارف ينجى لحد النهارده. فكوكبنا صالح للانقراض اكتر برضه ما هو صالح للحياه. يا معلم انا كنت مغفل قوي. وما تجيش تقول لي والنبي ربنا ليه حكمه في الموت، انا مش بقول لك موت، انا بقول لك انقراض وبطرق بشعه. انت لو هتنسب الكلام ده لالهك فانت حرفيا بتقول ربك بيخلق كائنات ويرميهم على الكوكب ده عشان يتسلى بيهم وهو بيبيدهم من على الارض. Release the plague, Jeffrey. What's up? Release the plague. مش حضرتك راجل شرير؟ لا لا شرير؟ لا والمصحف شرير؟ لا. ربك بيتسلى لما يخلق كائنات ويحط فيهم الاحساس بالالم ويجرمهم على كوكب ويبيدهم في الاخر. السؤال دلوقتي، الايه دي اعجاز علمي ولا خطا علمي؟ قلت لي ان معنى الايه ان ربك مش بيخلي النيازك توصل للارض، وده غلط عشان النيازك بتوصل للارض او شظايا النيازك، المهم ان هي بتوصل وخلاص وبتقتل ناس عايشه. من الاخر مفيش حد ماسك السماء. في ناس تانية قالت معنى الآية إن ربك بيمسك السماء وبيخلاش تشتي لحد ما تغرق الدنيا، بيمسك السماء يعني بيمسك المطر، والتفسير ده ما ينفعش برضه عشان الطوفان بيحصل عادي وبيبيق كرة وبيقتل ناس، فالتفسير ده برضه ما ينفعش. فلو هتقولي معنى الآية إن ربك ماسك النيازك فده غلط، ولو هتقولي معناها إن هو ماسك المطر فده غلط برضه. أنصحك كده ترجع للتفسير القديم اللي بيقولك إن السماء ديت عبارة عن سجادة زرقاء فوقك والله ماسكها حرفيا عشان ما تقعش فوقك. مفيش نظام شمسي حضرتك، مالها الشمس؟ الشمس زي ما حضرتك شايفاها بالظبط. مفيش نظام شمسي، مفيش حاجة اسمها انه الشمس، يعني مفيش المريخ وعطارد و... هم مجرد زينة في السماء. نقرأ قرآننا بقى ماشي، هم مجرد زينة في السماء. مفيش آية ولا كلمة وأتحدى بتقول ان الأرض كروية أصلا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. طب معلش هتولي آية بتقول النظام الشمسي اللي احنا بنتكلم فيه ده قاطع طريق، كان عنده سرير حديد، كان اللي قبله في الطريق ينيمه على السرير، لو هو أطول من السرير كان يقطع له الحتة اللي هي أطول من السرير، لو هو أقصر من السرير يشده على السرير. فإحنا بقينا نعمل كده، إحنا بقينا نمسك معاني القرآن ونلويها زي بروتريست ما بيلوي الأشخاص عشان يتناسبوا مع السرير. فهنا أصبح أنا عندي القرآن مبهم المعنى، ده غير ما ربنا ما قال لي عليه خالص. ربنا قال لي إنه هو بلسان عربي مبين، وقال لي إنه هو قرآن عربي غير ذي عوج ماشي، وقال لي وما ينطق عن الهوى، تمام. ربنا قايل لي إنه واضح، ربنا قايل لي إنه صريح، ربنا قايل لي إنه مفسر، إنه لما هقراه أفهمه، ومع ذلك لما أنا آجي أقراه ما فهمش في حاجة. ده التفسير اللي يليق على الآية دي، بلاش لف ودوران، وارجع كده لكلام علمائك اللي بيقول إن اللي ينكر السماء ويقول في فضاء كافر. مفيش سماء، مفيش سماء، لا توجد سماء، العلم ليس فيه سماء. ربنا اللي قال عن السماء قال ايه؟ امال خلاص عليك ان تبحث عنها انت كسماوات والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون. يا حبيبي خلق السماوات والارض بالحق. يا سيدي اعترف بانك غير مسلم وانا اسكت، انما تقول لي انت مسلم ومؤمن بالقران، تقول لي مفيش سماء مفيش ارض مفيش ربنا بقى.
واخر حاجه انا مش عايزك تزعل مني ان ساعات بقول كلام يستفزك. انا مش بكون قصدي استفزك، انت والله بتصعب عليا، بتصعب عليا لما تصدق ناس زي دي وانا ببحث وراهم وبكون عارف انهم بيكذبوا. نصيحه، مش معنى ان حد بداني بيقول لك حاجه معنى كده انه بيقول الحقيقه، لا ممكن يكون بيكذب عليك عادي. يا عم مش بقول لك اي حد بداني بيقول لك اي حاجه بالضروره هو كذاب، لا حط احتمال 5% بس ان هو كذاب وابحث وراه. يعني مثلا تلاقي الاخ ذاكر استغفر الله العظيم يعني بيقول لك اي حاجه، بلاش تاخد كلامه على انه حقيقه، ابحث وراه، روح شوف التفاسير بتقول ايه، روح شوف المشايخ الثانيه بتقول ايه، ولو طلع بيكذب انت الكسبان، هتكسب ان انت مش هتبقى اهبل وهتكسب ان انت محدش هيضحك عليك. طيب لو طلع بيقول الحقيقه انت برضه الكسبان، على اللي تبقى اتاكدت بنفسك، مش زي القطيع اللي بياخد ويمشي من غير ما يتاكد بنفسه، انت اتاكدت بنفسك فده مكسب. ومش معنى ان انت بتتفرج على فيديو واحد بيتكلم بصوت الحقيقه المطلقه زي مثلا السلام عليكم ايها المشاهد، لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب، مش معنى كده ان هو عالم او معنى كده ان هو صادق حتى، ممكن يكون واحد اهبل طالع يهبد عشان ياخد قرشين وخلاص. ومش معنى ان ملحد بيقول لك حاجه او مسيحي بيقول لك حاجه ان هم لازم يكونوا بيكذبوا، لا ممكن يكونوا بيقولوا الحقيقه عادي، المهم ان انت تراجع وراهم وتتاكد بنفسك. مش هلاقيتش القنوات اللي بتقول لك الارض مسطحه واللي بتقول لك خرافه التطور كاتب لي سبحان الله وتيجي عندي تعمل لي بتفهم ويلا سلام.